السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخباركم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما ان شاء الله. بنتكلم في حاجه بسيطه في الفيديو دوت، وان شاء الله الفيديو دوت هيبقى مدته بسيطه جدا. مش عارف الاضاءه باظت ليه كده. ثواني تمام كده. الحاجه البسيطه ديت اللي هي تعتبر برضو حاجه مقرفه بالنسبه لاي مهندس حديث تخرج، او بالنسبه لاي مهندس بقى له خبره بقى له كام سنه بس في بند لسه اول مره ينفذه، وهو اصلا ازاي يستلم البند دوت. انا اصلا بند جديد عليا، ما شفتوش قبل كده، بس مطلوب مني ان انا استلمه ومطلوب مني ان انا انفذه. ومش بتكلم في النقطه ديت بالذات عشان ان احنا هنمسك كل بند بالتفصيل وازاي نستلمه وازاي ننفذه، علشان في ناس كتيره هيكون مثلا في قدامها بنود هي اصلا مش محتاجاها، مش محتاج اصلا تعرف معظم المعلومات عنها في الوقت الحالي. وعلشان برضو كده ما نتكلمش في حاجه معظم الناس مثلا ممكن ما تكونش محتاجاها، هنشوف برضو مع بعض ازاي ممكن نستلم عمدان، ازاي ممكن نستلم اي خرطومات بقى، سواء كانت كاميرات او سقف او مباني طوب حديد برضو الدهان بتاعه، ولو مثلا عندنا جمالون برضو زي اللي احنا فيه دوت ازاي ممكن نستلمه، عندنا برضو سندوتش بانل زي دوت برضو ازاي احنا ممكن نستلمه. سندوتش بانل دوت ده الحيطان الحوائط بتاعت التلاجة الكبيرة. ممكن نستلم ايه تاني؟ ممكن ازاي نظبط موضوع التهوية او موضوع العزل بتاع الارضية بتاعة التلاجة، لو احنا شايفين كده في موضوع اللي هي راحت فينا اهي، موضوع المواسير اللي هي موجودة في الارضية الخرسانة اللي هي العادية ال 15 سنتي ديت. ممكن نتكلم عن ايه؟ ممكن نتكلم برضو عن العزل البوتمين، تمام، اللي هو بيبقى البوتمين الاسمر دوت اللي هو عامل زي البلك بتاع ايام زمان. ممكن نتكلم برضو عن العزل بالممبرين، الممبرين هناك دوت، تمام. هنروح لدلوقتي. ممكن نتكلم عن حاجات كتيرة خالص، تمام، برضو بس انجازا للوقت، علشان ما نقولش برضو حاجات احنا اصلا قلناها قبل كده كتير. انجازا للمواضيع دي كلها، احنا هنعمل حاجة صغيرة خالص، ان احنا هنسيب كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها ديت، هنسيب حاجات بتضمن معظم التفاصيل عن كل بند من البند اللي احنا اتكلمنا عنها، وازاي ان انا استلمها، وازاي مثلا لو عرفنا ان احنا نوفر ازاي اصلا نصمم الحاجات ديت هنوفرها. انجازا الوقت، ان احنا هنخلي الكلام ده كله موجود في لينك، هنسيبه برضو في الديسكريبشن تحت. انا شايف ان الطرق ديت تبقى احسن. ليه؟ انا مثلا وليكن انا عندي جمالون حديد، تمام، عاوز اعرف شويه تفاصيل عنه. مثلا الكورس بتاع الستيل اللي كان عندي في الكليه ما كانش كافي، فبالتالي انا محتاج اعرف معظم الحاجات اللي انا ممكن اشوفها في الموقع، معظم الحاجات موثقه بالفيديوهات، معظم الحاجات موثقه بالصور، عاوز اعرف مثلا المس الواقع شويه او المس الجانب التنفيذي شويه. ممكن اعمل الكلام ده كله ازاي؟ ممكن اعمل الكلام ده كله عن طريق الملفات البي دي اف اللي احنا هنسيبها. يعني انت مثلا عاوز تستخدم مثلا زي ما قلنا الجمالون، تعرف شويه حاجات عنه، تعرف برضو ازاي تستلمه. هيكون الكلام ده كله منظم باذن الله، وهنجيب كل حاجه خاصه بيه، سواء اذا كان بي دي اف، سواء اذا كان صور، سواء اذا كان فيديوهات برضو نزلت على القناه قبل كده، هنجيب اي حاجه تخص البند دوت. مثلا وليكن موضوع الطوب، برضو ازاي برضو انا استلم الطوب، وازاي برضو اتاكد من موضوع المحاره كويسه ولا لا، موضوع الدهان، الكلام ده كله هنظبطه باذن الله، ويكون بطريقه منظمه بحيث ان احنا يكون مثلا اي حد عاوز وليكن في البيت عندك هتبدا في مرحله المحاره، ايه الحاجات اللي انت ممكن المفروض تاخد بالك منها في مرحله المحاره؟ هبدا طوب يا عم، ايه الحاجات اللي انا المفروض اخد اصلا بالي منها في مرحله الطوب؟ اروح داخل يا سيدي، انا سمعت الفيديو خلاص، اروح داخل يا سيدي في الديسكريبشن بتاع الفيديو، هعرف برضو الحاجات اللي موجوده فيه، اعرف ده في ستيل وده في خرسانات وفي طوب وي 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 حاجات كتيره كده ان شاء الله هنوفرها. بس انا مش محتاج ده كله، انا محتاج بس بند الطوب. هروح داخل على بند الطوب، هنكون باذن الله اللينك بتاع مثلا الملف، مثلا لو في بي دي اف متوفر هيكون موجود، في فيديو كان نزل قبل كده برضو هيكون موجود. هنحاول نوثق الكلام ده كله بجميع الطرق اللي احنا نقدر نوفرها.
ده برضو موضوع الممبرين اللي احنا كنا بنتكلم عنه، ازاي اصلا بنستخدم الممبرين دوت وبنستخدمه لايه. هو دوت اللي هو عبارة عن لفايف كده، هي بتبقى العرض بتاعها متر والطول بتاعها 10 متر. في حاجة تانية برضو كنا اتكلمنا قبل كده عن حاجة اسمها البير الارضي، تمام، وموضوع التأريض اللي هو زي دوت كده زي ده، تمام. اتكلمنا عن حاجات زي كده اللي هو موضوع التأريض اللي بيحصل فيه المنازل، او سواء كان في الشركات او ايا كان، او في المصانع. هنتكلم برضو في الكلام ده كله، الله ينور عم محمود، هنتكلم برضو في الكلام ده كله وهنشوف معظم البنود اللي احنا ممكن نوفرها بكل التفاصيل اللي احنا نقدر عليها. هنتكلم برضو عن ازاي اصلا نستلم الطوب، يعني الطوب دوت بيبقى عبارة عن بلوكات، هنشوفها دلوقتي. وبلوكات بتبقى عبارة بالشكل دوت كده، تمام، سواء اذا كان طوب مصمت او سواء اذا كان طوب بلوك، تمام. عبارة عن بلوكات زي دوت كده بالشكل دوت، وكل واحده تبقى على باليتة خشب، مش عارف تبقى زهره ولا لا. ايوه الباليتة الخشب ديت. وبالتالي انت لازم تستلمها وتتاكد من العدد بتاعها، سواء كان عدد الطوب او عدد من عدد الباليتات. وبرده تاخد بالك برضو ان ما في بعض الشركات تيجي مثلا تتعاقد معاها بتبقى ترجع الباليتات الخشب تاني للمصنع، وبيخصموا برضو منها فلوس لو الباليتات ديت مثلا مش رجعت. فبالتالي برضو لازم تحافظ على البلاتات دي عشان احنا رجعناها تاني. وده كده برضو صورة عامة للمشروع اللي احنا اصلا شغالين فيه، تمام. هو اصلا تلاجة، ماشي، اول هو المفروض اصلا دي بقى تلاجة زي اللي ورانا دي بالظبط، ماشي. دي اصلا تلاجة الساعة بتاعتها اصلا 1000 طن، واحنا بنعمل برضو واحدة زيها بالظبط. ايوان بالظبط كده، تمام. وبكده هنكون مخلصين اللي احنا عايزين نتكلم عنه في الفيديو دوت. وهو باختصار كده، لو انت عندك اي بند عاوز تنفذه او عاوز تستلمه، هنحاول بقدر الامكان نوفر كل الحاجات اللي احنا نقدر نوصل ليها، فيديوهات، صور، بي دي اف، علشان تقدر تستلم البند دوت كانك اصلا نفذته قبل كده. يا ريت يكون الكلام دوت ممكن يستفيد بيه اي حد. لو شايفين برضو ان المحتوى اللي احنا بنقدمه ذو قيمه، يا ريت برضو مش تبخلوا علينا باللايك والشير والسبسكرايب، واي كومنت كده برضو يدينا دفعه شويه. ويا ريت برضو لو اي حد عنده تعقيب عن اي حاجه احنا بنعملها، كويسه وحشه، اي تعقيب يا ريت برضو يعرفنا الكلام ده، علشان برضو معلش احنا لو قدرنا نقدم فيديوهات ومفيش حد مثلا قال رايه، فبالتالي احنا عندنا مستمرين. طيب ماشي، طب لو في مثلا حاجه غلط غصب عننا احنا بنعملها، احنا مش هناخد بالنا منها. فبالتالي لو انت قلت لنا برضو على الحاجه الغلط اللي انت شايفها من وجهه نظرك ان هي غلط، واحنا شفناها برضو وحاولنا برضو نعالجها، احنا الاثنين هيكون برضو موقف ذو فائده مزدوجه، تمام. حضرتك هتستفيد وانا هستفيد، بحيث ان احنا نعلي من قيمة المحتوى اللي احنا بنقدمه. فياريت برضو الناس تساعدنا على الجزئية ديت، وياريت برضو تدعمونا بأي طريقة، زي ما قلت لكم لايك شير سبسكرايب كومنت على الفيديو برضو، ده الكلام ده كله بيفرق معنا. اي حد برضو عاوز ينضم للجروب بتاع الخاص بقناة مهندس الواقع على الفيسبوك، هتلاقي برضو اللينك بتاعه اسفل الفيديو في الديسكريبشن بتاع الفيديو، وسواء كان جروب الواتس او القناة برضو الخاصة بقناة اليوتيوب دي على التليجرام، كل اللينكات والكلام ده كله هيكون موجود برضو ان شاء الله في الديسكريبشن بتاع الفيديو. وبس كده اللي احنا كنا عايزين نتكلم عنه في الفيديو دوت. يا ريت يكون الفيديو دوت قدم اي افادة، وعلشان برضو ما نطولش على سيداتكم، نستودعكم الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.